الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه الأحاديث مر معنا بيان معنى الحديث الأول والثاني منها، وأما الثلاثة الأخر وهو حديث أبي هريرة وعبادة وأبي سعيد رضي الله عن الجميع فقد كنا قد وقفنا عندها. ونعيد الدرس المتعلق بهذه الجمل الثلاث أو بهذه الأحاديث الثلاثة. فهذه الأحاديث تدلنا على مسألة مهمة، وهو أن الربا محرم شرعا، وهذا لا شك فيه، فإن من أصول المعاملات في الشريعة تحريم الربا، وهو مجمع عليه في الجملة. وقد سبق معنا أن من أحد أسباب النهي عن العقود أن يكون العقد عقد ربا، والنهي في عقد الربا إنما هو لحق الله عز وجل وليس لحق العباد. وبناء على ذلك فإن الربا يحرم في القليل والكثير سواء، ولذلك قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم: يحرم الربا حتى في الحبة الواحدة، فمن باع حبة بحبتين ونحو ذلك من شعير أو بر أو نحو ذلك فإن هذا مما يدخله الربا ولا شك. وهذا يدلنا على أن التحريم في باب الربا إنما هو لمعنى عظيم جليل، وهو حق الله عز وجل، ولا شك أن في هذا الحق لا بد أن يكون فيه مصلحة للعباد. في هذه الأحاديث الثلاثة مسائل مهمة جدا تتعلق بفهم أنواع الربا وعلة الربا ومتى تنزل علة الربا مع الأنواع. فنقول إن في هذه الأحاديث الثلاثة أربعة مسائل لا بد من معرفتها وضبطها. أول هذه المسائل لا بد أن نعرف أنواع الربا. وقد سبق معنا أن الفقهاء في مشهور المذهب يقسمون الربا إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسأ. فالفضل المراد به الزيادة بين الربويين المتفقين جنسا، وأما النسأ فإنه التأخير، فيشمل الجنس الواحد ويشمل الجنسين معا، يشمل الجنس الواحد ويشمل الجنسين ما لم يكن أحد الجنسين نقدا. بعض أهل العلم وهو نفس المعنى يقسمون الربا إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم الثاني أوضح، فيقولون إنه ينقسم إلى فضل وإلى نسأ وإلى ربا جاهلية، وهو الذي جمع فيه الفضل والنسأ معا، ولا مشاحة في الاصطلاح سواء قسمناها إلى قسمين أو ثلاثة، فالنتيجة واحدة، لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المقصود منها التوضيح والتبيين لأنواع الربا. إذن فالفضل المجرد هو الزيادة، والنسأ المجرد هو التأخير من غير زيادة، والجمع بين التأخير وبين الزيادة هو جمع بين ربا الفضل والنسأ، فيكون ربا الجاهلية، وهو أشد أنواع الربا. إذن عرفنا أنواع الربا على سبيل الجملة،
المسألة الثانية معنا وهي مسألة ما هي العلة الربوية في ما تجري فيه في ما يجري فيه الربا، إذ ليست كل أموال الأموال يجري فيها الربا، فإنه سيمر معنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم باع إبلا من الصدقة الواحدة بثنتين مؤجلة، فدلنا ذلك على عدم دخول الربا في كل الأموال، ولذلك الفقهاء يسمون بعض الأموال بالأموال الربوية، ويعنون بالأموال الربوية أي التي تكون داخلة في نطاق العلة الربوية، والمراد بها الستة المذكورة في هذا الحديث وما قيس عليها. فغير المقيس عليها من هذه الأمور الستة يسمى مالا غير ربوي، فلا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسأ. إذن لابد أن نعرف ما معنى قولنا إنها أموال ربوية، معناها أنها من الأموال الستة أو ما قيس عليها، بمعنى أنه يجري فيها ربا الفضل والنسأ. فغير هذه الأموال نسميها أموالا غير ربوية يجوز فيها الفضل والنسأ. طيب، هذه الأموال نحن قلنا إنها ستة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ستة أنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نذكر العلة لابد أن نقسم هذه الأموال الستة، فإنه باتفاق أهل العلم هذه الأموال الستة المذكورة في حديث عبادة تنقسم إلى قسمين، فالذهب والفضة قسم مستقل، والمطعومات الأربعة الباقية وهي البر والشعير والتمر والملح قسم آخر منفصل عنها، وهذا بإجماع أهل العلم. وبناء على ذلك فإننا نقول إن للذهب والفضة علة خاصة به، وللأربعة الباقية علة خاصة بها. نبدأ في ذكر العلة على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية. فعلى مشهور المذهب أن العلة في الذهب والفضة أن يكون موزون جنس، بمعنى أنه يكون مما يوزن فيباع بالجرام أو بغيره من الموازين يوزن، فكل ما يوزن سواء كان ذهبا أو فضة أو حديدا أو قطنا أو غير ذلك من الأمور التي تباع عادة بالوزن فإنه يجري فيها الربا، فكل ما بيع بالوزن فإنه يجري فيه الربا. والرواية الثانية في المذهب أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وقلنا الثمنية نقصد بها غلبة الثمنية لا مطلقها، بمعنى أو عفوا نقول إن المقصود بها مطلق الثمنية لا غلبتها، لأن لو قلنا إنها غلبة الثمنية فإن العلة تكون قاصرة كما نص على ذلك ابن قدامة في الروضة، فإن ابن قدامة مع أنه شيخ المذهب والعمدة فيه وما ذكره وما رجحه هو المذهب إلا أن له اختيارات تخصه، فيدلنا ذلك على أن المراد بقولنا المذهب هو قول الأكثر، وأما اختيار الشخص الذي بناه على النص من الكتاب أو السنة أو النص مروي الإمام أحمد أو القاعدة الكلية فإن هذا اجتهاد منه ويكون رواية في المذهب إن كان من أصحاب الوجوه والأقوال. فالمقصود أن الموفق ابن قدامة ذهب إلى أن العلة هي الثمنية، ولكنه قال إنها غلبة الثمنية، وقصده بكونها غلبة الثمنية أي أنها علة قاصرة لا يقاس عليها غيرها، لا يقاس عليها أي شيء آخر. والسبب في ذلك أن ابن قدامة لم يظهر والله أعلم في ذهنه شيء يمكن أن يقاس على الذهب والفضة، ما كان في الزمن الأول شيء ثمن يقاس على الذهب والفضة مطلقا، إنما وجدت الفلوس التي تكون من نحاس وهي لا تقاس لأنها يعمل بها مدة سنتين أو ثلاث، فيأتي الوالي الثاني فيبطل الأولى، ويكون تعامل الناس بها بالقوة ولا يكون تعاملهم بها بثمنيتها، فإنها نحاس لا قيمة لها أو قيمتها منخفضة بمعنى أصح، ولذلك لم يكن يعرف شيئا يمكن أن يقاس، ولذلك قال إن العلة قاصرة. بينما نقول وهذا الذي ذهب إليه عامة المتأخرين والمجامع العلمية جميعا أن العلة في الذهب والفضة إنما هو مطلق الثمنية، فكل شيء تقوم به السلع
وتشترى به ويكون ثمنا في البيع والشراء وفي عقود الإيجارات وغيرها عادة، فإننا نقول إنه يكون ثمنا. وقد جرى في زماننا هذه أثمان كثيرة جدا، فالنقود من الريالات والدنانير والدراهم والجنيهات والدولارات واليورو والين وغيرها من المسميات الكثيرة، كل هذه تسمى أثمانا ولا شك، بل قد تكون أقوى في الثمانية من الذهب والفضة. إذن عرفنا العلة في القسم الأول وهو الذهب والفضة، وقلنا إن مشهور المذهب هو الوزن، وأما الرواية الثانية فإن العلة فيه هو الثمانية، وقال الموفق إنها غلبة الثمانية فتكون قاصرة، والصحيح أنها مطلق الثمانية لا غلبة الثمانية، وهذا الذي عليه عامة المتأخرين في هذا الزمن. الأنواع الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال إن فيها الربا، وهي البر والشعير والتمر والملح، أيضا فيها روايتان في العلة فيها، بمعنى ما الذي يقاس على هذه الأربعة. فمشهور المذهب أيضا كما مر معنا أن العلة فيه إنما هو أن يكون مكيل جنس، بمعنى كل شيء يكال فإنه حينئذ يدخله الربا، ومعنى قولنا إنه يكال أي يباع بالوحدات التي تقدر بالحجم، فقديما كان الكيل بالصاع وبالمد وبالمن، والآن أصبح الناس يتعاملون بأنواع أخرى من الكيل كالصندوق، مثل أسواق الخضار الآن يبيعون الشيء بالصندوق فيباع بالصندوق. وقولهم إنه مكيل جنس أي أن جنسه في الأصل، في الأصل الناس كانوا يتعاملون فيه بالجنس بالكيل، فلو نقله الناس إلى الوزن أو إلى البيع بالحبة أي بالعد فإنه يبقى مكيل جنس في الأصل، وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد حديثين بإذن الله عز وجل، وهو معنى قولهم مكيل جنس أو موزون جنس. هذا هو الرواية الأولى. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن العلة في هذه الأمور الأربعة ليقاس عليه غيرها أن يكون قوتا مطعوما، فلا بد أن يكون قوتا. هذا هو الظاهر من كلام الشيخ تقي الدين، وهو الذي مشى عليه كثير من مشايخنا، يمشون على أن الذي تجري فيه العلة الربوية إنما هو القوت فقط. لكن نقل في الإنصاف كما ذكرت لكم أن الشيخ تقي الدين إنما اختياره أنه الكيل مع الطعم، فجعلها علة مركبة من وصفين من الكيل والطعم معا. والظاهر من كلام الشيخ في غير ما موضع أنه لا يرى أن الكيل علة، وسيمر معنا أنه يقول أن التماثل قد يكون أحيانا بالوزن فألغى صفة الكيل، فدلنا ذلك على أن الحقيقة أن اختيار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية أن العلة إنما هي بكونه قوتا لا بكونه مطعوما مكيلا، أي علة مركبة من وصفين. هذه هي المسألة الثانية معنا، وهي مسألة سهلة جدا. المسألة الثالثة، وأرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، وهي متى نحتاج النظر في هذه العلل، ومتى ننظر في الأموال الربوية. فأما المذهب فإنهم يقولون إننا نحتاج أن ننظر للعلة الربوية في كل أنواع الربا الثلاثة، ربا الفضل وربا النسأ وربا الجاهلية، فيقولون في كل أنواع الربا الثلاثة لا بد أن ننظر في العلة الربوية. فإن كان المال في الجنسين الثمن والمثمن كلاهما مالا ربويا فإنه حينئذ يدخل فيه أنواع الربا الثلاثة، وإن لم يكن المال مالا ربويا بأن كان معدودا أو مذروعا أو نحو ذلك فإنه حينئذ لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسأ ولا ربا الجاهلية. وبناء على ذلك لو قلنا إن شخصا أراد أن يبيع لآخر كأسا بكأسين فإنه على مشهور المذهب يجوز، لأن الكأس ليست من العلل الربوية، ليس موزونا ولا مكيلا، وإنما هو يباع بالحبة يعني معدود يباع بالعد، فلا يجري فيه ربا فضل ولا ربا نسأ ولا ربا الجاهلية، وهو جمع الفضل والنسأ معا. وقاعدتهم واضحة وجلية ولا إشكال فيها. الرواية الثانية في المذهب يقولون أن العلة الربوية إنما نحتاجها
في النوعين الأولين فقط، وهو ربا الفضل المجرد وربا النسأ المجرد. فمن باع من آخر بيعا آخر بيعا في ربا فضل فقط من غير تأخير فنقول يحرم في الأموال الربوية فقط دون ما عدها. وإن باع بنسأ أي بتأجيل فنقول يحرم ذلك في الأموال الربوية دون ما عدها، مثل القول الأول تماما. لكن يقول في الرواية الثانية أن ربا الجاهلية وهو النوع الثالث يكون جاريا في جميع الأموال، في جميع الأموال سواء كان المال مالا ربويا أو ليس ربويا. وبناء على ذلك فإنه على الرواية الثانية من أعطى غيره كأسا بكأسين وقال إنه بيع بعتك كأسا بكأسين إلى الغد، فيقول إن هذا البيع محرم لا يجوز. طبعا إذا كانا متماثلين. ما السبب؟ لأن ربا الجاهلية وهو الربا الخطير ربا الديون يحرم في كل الأموال، في الربوي وغير الربوي، أي في الأموال الربوية التي تقاس على هذه الستة وعلى غيرها. هذه هي المسألة الثالثة وهي مسألة سهلة إن شاء الله. انظر المسألة الرابعة وقد يكون فيها دقة أكثر من هذه المسألة، فأرجو أن تنتبه لها. الفقهاء يقولون ما الذي يستثنى من هذه العقود؟ انظر ما الذي يستثنى من ربا الفضل والنسأ والجاهلية. مشهور المذهب أن هذه العقود لا يستثنى منها إلا إذا انتقل من كونه بيعا إلى كونه عقدا آخر كعقد القرض، فيقول لا بد أن ينتقل العقد من صورة إلى صورة أخرى فلا يستثنى منها شيء، لا بد أن يكون عقدا مختلفا لا استثناء مطلقا، إلا أن يكون إلا بمعنى لكن هنا استثناء منقطع، لا إلا أن يكون عقدا مغايرا. وضربنا مثالا لذلك فقلت لكم لو أن شخصا أعطى آخر 100 ريال وقال اصرفها لي 50 و50، فأعطاه 50 الآن وقال 50 سأعطيك إياها غدا أو بعد ساعة بعد التفرق من المجلس، فعلى المذهب هذا لا يجوز لأنه قال اصرفها، والصرف هو البيع، وحينئذ فإن العقد هذا يكون عقد ماذا؟ بيع، عقد إيش؟ فضل ولا نسأ؟ فيه نسأ لأن فيه تأخير. طبعا على التجوز في قضية العلة، على التجوز في قضية العلة وهي الموزون والمكيل، لكن نفهمها بمعنى العام، وأنا ضربت هذا المثال لسهولته وهو النقد. فيقول لا يجوز لأنه ربا نسأ. لكن يقولون لو قال خذ هذه 100 وأعطني 50 الآن والخمسين الثانية قرض غدا جاز، فيقول إذا انتقل العقد باللفظ من كونه بيعا إلى كونه قرضا جاز وإلا فلا. هذا كلامه، هذا القول الأول، ما زلنا في القول الأول. فنظر مشهور المذهب للألفاظ، فنظروا للألفاظ فقالوا إن اللفظ له أثر في حقيقة العقد. الرواية الثانية يقولون لا ننظر للألفاظ وإنما ننظر للحقائق، وإنما ننظر للحقائق. فنقول إن ربا الفضل المجرد وهو الزيادة إذا كان بين جنس واحد ومقبوض، أعطيتك 100 وتردها لي 120، جنس واحد ومقبوض بمعنى أنه فضل مجرد، فإن الثمن والمثمن إذا اتحدا جنسا ونوعا وجودة فإنه يجوز الفضل فيه، ولا نسميه ربا وإنما نسميه هبة. شخص يعطي آخر 100 ويقول ردها لي 110 الآن، في الحقيقة أن هذه 10 الثانية واضح أنها هبة، واضح أنها هبة، عطية، صدقة. لكن على المذهب ماذا يقول؟ يقول لا يجوز إلا أن تقول خذ هذه 100 ورد لي 100 صرفا والعشرة هبة، لابد أن تقول والعشرة هبة، لابد أن تنص على ذلك. ما لم تنص على أنها هبة لا يجوز، العقد باطل لأنه عقد ربا فضل. فالرواية الثانية يقول لا، إذا اتحد الجنس والنوع والجودة فإنه لا يجري الربا
ربا الفضل المجرد، ولا يجري أيضا ربا النسأ المجرد. فلو أن شخصا أعطى آخر 100 وقال ردها لي 100 غدا، فعلى المذهب إن قال ردها على سبيل البيع لا يجوز أو الصرف، وإن قال ردها على سبيل القرض يجوز. وأما على الرواية الثانية فيجوز مطلقا بأي لفظ تقولها نظرا للمقاصد. وأما ربا الجاهلية فإنه لا استثناء له، ما دام طبعا على الرواية الثانية إذا اتحد في الجودة والجنس. وكان طبعا لما الرواية الثانية توسعوا في قضية ربا الجاهلية، هذا مبني على توسعهم في قضية المثليات، فإنهم يرون أن المثليات ليست خاصة بالمكيلات والموزونات فقط، وإنما هو شامل لكل شيء يجري العرف بمثليته كالمصنوعات. وهذا يجب أن ننتبه له في قضية عندما قلنا إن ربا الجاهلية على الرواية الثانية يدخل في كل شيء. هذه إذا فهمتها بهذه الطريقة، هذه المسائل الأربعة ذكرت لك قبل قليل، فبإذن الله عز وجل تكون قد فهمت أغلب باب الربا، وهو أدق المسائل فيه، تفهمها بهذه المسائل الأربعة بإذن الله عز وجل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. هذا حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، وقوله إنه استعمل رجلا على خيبر أي جعله عاملا عليها ونائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله استعمل رجلا على خيبر نستفيد منها مسألة فقهية ستمر معنا إن شاء الله بعد قليل. قال: فجاءه بتمر جنيب. التمر الجنيب هو نوع من أنواع التمور، ذكر أن هذا التمر يكون قاسيا وليس رطبا، وعلى العموم مهما ذكر في صفته فإن التمر الجنيب هو التمر الجيد، المقصود به التمر الجيد. وقد ألف الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي رسالة صغيرة ضمنها في رحلته إلى الحجاز، والتي سماها المجاز في الرحلة إلى الحجاز، ذكر فيه الأنواع أو أنواع التمور التي كانت موجودة في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وفي الحجاز، ومنها تمر الجنيب. وأصلا مختلف في تمر الجنيب ما هو وما هي صفته، وأيضا لأحد العلماء وهو غير شهاب الدين القرافي، اسمه القرافي لكن ليس الشهاب المشهور، غيره له رسالة أيضا في أنواع التمور الموجودة وصفتها. ولكن على العموم المقصود بقوله إنه تمر جنيب أي تمر جيد، سواء قلنا إنه قاس أو أنه نوع من أنواع التمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ لما جاءوا بالتمر قال: كل التمر الذي أخذته من اليهود الذين عاملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمزارعة، أكله جنيب؟ أكله من النوع الجيد؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ذلك، فإنه معلوم أن التمر لا يكون كله بدرجة واحدة. فقال هذا الرجل: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا أي من التمر الجيد الجنيب بالصاعين أي من غيره، والصاعين من الجيد بالثلاثة أي بالرديء الذي يكون أقل منه درجة وجودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع. قوله بع الجمع، المراد بالجمع أي التمر الرديء. قيل سمي جمعا لأن عادة العرب قديما وحديثا أنه إذا كان التمر جيدا لا يخلط معه غيره، وإنما يخلط التمر الرديء بعضه ببعض. ولذلك أنت عندما تريد أن تكرم ضيفك فإنك تقدم له نوعين أو ثلاثة أو أربعة من التمور، وتجعل كل نوع من التمور في إناء منفصل عن النوع الثاني. وأما إذا خلط التمر بعضه على بعض فبعضه جيد وبعضه رديء فيكون جمعا، فهذا يدل على ضعفه ونقص قيمته. فقوله بع الجمع أي المختلط مما ليس جيدا، فقد يكون بعضه جيدا وبعضه رديئا أو كله من النوع الرديء بالمعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل. قال: بع الجمع بالدراهم،
ثم ابتع بالدراهم جنيبا أي تمرا جيدا. وقال في الميزان مراده وقال في الميزان أي فيما يوزن. وقال في الميزان مثل ذلك أي بعه بالدراهم ثم اشتري أو ابتع بالدراهم ما يوزن من الأطعمة التي توزن. قال والمتفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. إذن قوله الميزان المراد به الموزون. الموزون. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على أن العلة في الذهب والفضة إنما هي الوزن، وأن العلة في المطعومات الأربع التي وردت في حديث عبادة إنما هو الكيل. ووجه استدلالهم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك الميزان، فنص على الوزن، وسيمر معنا إن شاء الله في الحديث بعده الكيل، فدلنا ذلك على أن العلة في الذهب والفضة إنما هي الوزن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا في قول أبي هريرة وأبي سعيد أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ثم بعد ذلك نهاه عن بيع الربا. هذه تدلنا على أصل مهم جدا، وهو أن الربا يجري بين بيت مال المسلمين وبين الأفراد، لأن من الفقهاء من يقول إن الربا لا يجري بين بيت مال المسلمين وبين الأفراد، وهي رواية ضعيفة في المذهب وقول لبعض الفقهاء وأظنهم الحنفية، ولكن هذا الحديث نص على أن الربا يجري مع بيت مال المسلمين. طبعا هذا الرأي وهو عدم جريان الربا مع بيت مال المسلمين يتبناه كثير من المعاصرين في بعض المسائل، ومنها ما يسمى بالتأمين الاجتماعي، فإنهم يرون أن التأمين الاجتماعي إن علل التحريم في التأمين بعلة الربا لا بعلة الغرر، فإنهم يقولون إنه يجوز، لأن التأمين الاجتماعي يكون المؤمن عنده هو الدولة، والدولة المراد بها بيت مال المسلمين، فإنه حينئذ يتسامح في هذا الربا. نقول نعم الغرر قد يتسامح فيه، ولكن الربا في قول جمهور أهل العلم وهو المذهب المجزوم به أنه لا يتسامح به. هذا الحديث أيضا يدلنا على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة عدم العذر بالجهل في مسائل الربا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي استعمله بأن يرد عقد الربا وقد كان جاهلا بحكمه. فأخذ من هذا الحديث أنه لا يعذر بالجهل في بطلان العقد ما دامت، انتبه لهذا القيد، ما دامت العين باقية. يجب أن ننتبه لهذا القيد، ما دامت العين باقية. أما إذا ذهبت العين فهنا قد يتسامح فيها، ولأهل العلم فيها كلام، لكن ما دامت العين باقية هذا الحديث نص على أنه لا يعذر بالجهل، سواء كان الجهل من أحد الطرفين أو من كليهما، بل يجب فسخ العقد ورد العين على حالها الأول. هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، وهي من أهم المسائل، بل هذا الحديث أصل فيها، وهي قضية مسألة الحيلة في الربا. الأصل والقاعدة عند علمائنا رحمة الله عليهم أن الحيل لا تجوز، والحيل باطلة. وقد ألف جمع من أهل العلم في إبطال الحيل، ومن أشهرهم الإمام أبو عبد الله بن بطة، له كتاب مشهور اسمه إبطال الحيل، وهذا كتاب عظيم جدا، جمع فيه من الآثار والنصوص ومن المسائل الفقهية الشيء الكثير الذي يدل على إبطال الحيل. وممن ألف في ذلك أيضا الشيخ تقي الدين، فإن له كتابا عظيما في الفقه اسمه بيان الدليل في بطلان التحليل، وكثيرون ألفوا في إبطال الحيل. ولذلك المجزوم به في المذهب أن الحيل باطلة في كل شيء، نص عليه جماعة من المتأخرين وغيرهم، بل قال المرداوي وظاهر المذهب بطلان كل عقد فيه حيلة، لأن قوله وظاهر المذهب لأن سيأتي بعد قليل في مسألة هذا الحديث كيف وجه. طيب هذا الحديث فيه إشكال، لأن ظاهر الحديث فيه حيلة، وما وجه الحيلة فيه؟ أنه لما حرم عليه أن يبيع الصاع بالصاعين احتال، فباع الصاع بالدراهم ثم اشترى بالدراهم صاعين، أو العكس، أو باع الصاعين بالدراهم ثم اشترى بالدراهم صاعا. أليس هذا صورة من صور الحيل؟ حيلة، فهي حيلة للوصول للنتيجة، فالنتيجة أنه باع الصاعين واشترى صاعا، إذن وضحت وجه الحيلة. هذه الحيلة هي أو هذا الحديث هو الذي استدل به أصحاب
أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه وعليهم في تسويغ بعض صور الحيل، ومثلهم بعض الشافعية، فإن أوسع المذاهب في استعمال الحيل مذهبان، الشافعية والحنفية، في مقابل أن المالكية والحنابلة من أضيق الناس للحيل، لأن هاتين المدرستين التي تضيق الحيل هي التي تعمل المقاصد، وعندنا قاعدة كلما أعملت مقاصد العقود كلما ضيقت الحيل فيها. بما وجه هذا الحديث؟ نقول إن هذا الحديث وجه على توجيهين، وهذان التوجيهان يجب أن ننتبه لهما. التوجيه الأول وهو الذي اعتمده فقهاء المذهب وذكروه عندهم، أنهم يقولون إن هذا ليس حيلة لأنه ليس بتواطؤ، لكن إن كان هذا الفعل بتواطؤ بين البائع وبين المشتري فإنه يكون حيلة ويحرم. إذن جعلوا قيدا، وما هو القيد؟ أن لا يوجد تواطؤ. ولذلك يقولون يجوز للمتصارفين الشراء من الآخر، أن يشتري من الآخر من جنس ما صرف، لكن بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ. وبناء على ذلك فهذه القصة بتوجيه مشهور المذهب يقولون لو أن هذا الرجل قال سوف أبيعك هذين الصاعين بعشرة دراهم ثم سأشتري بعشرة الدراهم هذا الصاع، يقولون على مشهور المذهب لا يجوز لأن فيه تواطؤا. وأما إن لم يكن فيه تواطؤ قال بعها، وجدت السعر عندك أحسن من غيرك ثم قبضت الدراهم ثم اشتريت منه لأن سعره أحسن من غيره أرخص أو هو البضاعة المناسبة لك، حينئذ يجوز. ومثله يقال أيضا في قضية الذهب، مثل هذه الصورة هي مسألة الذهب، بعض الناس عنده ذهب ويذهب للصائغ فيقول للصائغ أريد ذهبا بدله، الرجل أو المرأة يذهب بحلي وزن مثلا خلنا نقول مثلا 50 جرام ويريد أن يشتري صاغة أقل أو أكثر، فعلى المذهب يجب عليك أن تعطيه إياه ثم بعد ذلك ماذا؟ تشتري، تأخذ منه النقود، وأيضا لابد إيش؟ عدم التواطؤ، ثم تنظر ما الذي يعجبك من الذهب الموجود عنده ثم تشتري بعد ذلك بشرط عدم التواطؤ، فإن وجد تواطؤ فهي حيلة محرمة. وضح توجيه فقهاء المذهب لهذا الحديث. الرواية الثانية في المذهب، وهي دقيقة بعض الشيء، لأن الرواية الثانية تعمل المقاصد في باب الربا أوسع من إعمال الرواية الأولى أو المشهورة. الرواية الثانية في المذهب يقولون انظر، نرجع لتقسيمنا للربا، قلنا إن الربا ينقسم إلى 3 أقسام، ها محمد ما هي الأقسام الثلاثة؟ ربا الفضل، وربا النسأ أو النسيئة بمعنى واحد، وربا الجاهلية، وهو الذي يجمع ربا عبد الرحمن يجمع ربا الفضل والنسأ معا. واضح التقسيم؟ على الرواية الثانية يقولون إن ربا الفضل وربا النسأ هما محرمان تحريم وسائل، بينما ربا الجاهلية محرم تحريم مقاصد، ويقولون إنما حرم تحريم مقاصد لا يجوز التحيل عليه، بخلاف ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز التحيل عليه إذا أمن الربا، إذا أمن الربا، فمدام قد أمن الربا وهو القرض والتأخير حينئذ يجوز التحيل عليه. فيرون أن هذه الحيلة حيلة حقيقية لكنها حيلة مأذون بها، هذه حيلة وإن كانت بتواطؤ تجوز لكنها مأذون بها، فتأتي للشخص وتقول هذا الذهب الذي عندي بكم، فيقول لك بكذا، فتقول بعه بكذا وتقبض الثمن، ثم تقول أنا إذن سأشتري معك. فعلى الرواية الثانية لا يفرقون بين التواطؤ وعدمه، طبعا لم ينصوا على ذلك لكن واضح من تعليلهم، لأنهم قالوا يجوز التحيل على ربا النسأ المجرد وربا الفضل المجرد، وهذا معنى قول ابن عباس إنما ربا النسأ يعني ربا الجاهلية دون ربا الفضل. سمشي التواطؤ بمعنى أني سأبيعك لأشتري منك ما يتغاير قدره من المال الربوي، بعتك لأشتري منك، مثل العينة، العينة فيها تواطؤ، العينة أنا بعتك هذه السيارة بثمن مؤجل لأشتريها منك الآن بثمن حال، مجرد الاتفاق، نعم بعتك لأشتري منك، ففيه تواطؤ، تعليق للعقدين، هذا معنى التواطؤ. أما من غير تواطؤ المذهب يجوز، ما كان هناك جزم، إذا لا تواطؤ فعلى المذهب يجوز، المذهب يجوز. طيب نعم سامي شيخنا، نعم لا هم الفرق ما يجوز، هذا اللي احنا نقول لنا ساعة، أن هذا متعلق طبعا غير المصنوع، المصنوع سيأتي بعد قليل،
نتكلم عن خلنا نقول في البر والشعير، معك كيس رز وأنا عندي كيسين، أنت كيسك من نوع الغالي وأنا الكيسين عندي من نوع الرخيص، ما يجوز أن أعطيك الكيسين مقابل كيس، حرام، هذا ربا. إيش؟ فضل نساء جاهلية، فضل، مع أن فيه تقابض. لما حرم ربا الفضل؟ لأنه من باب الوسائل، لأن غالبا الناس لا يتعاملون بربا الفضل إلا لأنه يؤدي بعد ذلك إلى ربا الجاهلية. إذا اعتادوا على ربا الفضل غالب بيوع الناس فيها تأخير، خاصة أسلمك بكرة، أسلمك بعد بكرة، فالنساء يجتمع، إذا اجتمع مع الفضل في الأموال الربوية، فلذلك حرم حرم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل للمقاصد. سمع شيخنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. نعم، هذا حديث مسلم وهو حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة. الصبرة هو الطعام المجموع، وذلك قال فسرت بأنه لا يعلم مكيلها، لا يعرف كم مقدار كيلها. نهي عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى، أي بالمقدار المحدد من التمر. بيع التمر بالتمر هذا مما يجري فيه أنواع الربا لا شك، الفضل والنساء، ومن باب أولى ربا الجاهلية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التفاضل ولم ينهى عن النساء، فإن نهيه هنا عن التفاضل، النساء سبق الحديث عنها قبل قليل، إذن هنا نهي عن ربا التفاضل. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أنه لا يجوز بيع، أو قبل أن نبدأ بلا يجوز، أن نقول هذا الحديث دليل على المذهب، أو دليل للمذهب في أن العلة في الأمور الأربعة، البر والشعير والتمر والملح، أن العلة فيها الكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم مكيلها، فجعل العبرة بالكيل، فكل شيء مكيل فإنه حينئذ يكون داخلا في العلة الربوية. الرواية الثانية وجهوا هذا الحديث والحديث الذي قبله أن هذين الحديثين لا يدلان على العلة، وإنما يدلان على صفة التماثل، فإن صفة التماثل يكون بالكيل، ليس معناها أن الكيل هو العلة، فهي صفة التماثل. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي واضحة جدا، أن هذا الحديث يدلنا على أنه لا يجوز بيع الجزاف، أي غير المكيل، مثل الصبرة. ومثال الصبرة حينما ترى طعاما مجموعا، حينما تذهب للسوق، أسواق التمر الكبيرة، تجد أن صاحبها رمى تمرا كثيرا أمامه، لم يكله، لم يجعله في صناديق ونحو ذلك، فحينئذ هذا يسمى الصبرة، فإنه لا يجوز بيع الصبرة بالكيل المحدد من جنسه، لأنه يكون من ربا الفضل، لأن عندنا قاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأنك لا تدري كم مقدارها، فأنت في الحقيقة غير متيقن أنهما متساويين الثمن والمثمن، لكن الصبرة هذه يجوز بيعها إذا كان الثمن ماذا؟ نقدا، لعدم وجود العلة الربوية في الفضل، لأن نقول الفضل يكون في الجنس الواحد والنساء يكون في الجنسين وفي الجنس الواحد، فحينئذ يجوز إذا كان بنقد. انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا، هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء وهو الموفق رحمة الله عليه، ويعني كان أحد مشايخنا من باب النكت، كان إذا ذكر له الموفق قال صدق من سماه بذلك، فإنه موفق اسما وحقيقة رحمة الله عليه. كان الموفق رحمة الله عليه استدل بهذا الحديث على أن عند البيع لا يلزم إعادة الكيل، فما علم كيله سابقا يكفي الآن، فالمعلوم سابقا مجزئ استصحاب العلم به عند التعاقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم كيلها، مفهومه أنه إذا هذه الصبرة إذا كان قد علم الكيل قبل وعرفت أن مقدارها كذا صاع، ما يلزم أن تعيد الكيل مرة أخرى عند التعاقد، فالعلم السابق يستصحب لحين التعاقد. المسألة الأخيرة ما يتعلق بهذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا، هذا الحديث استدل به على أن الأموال الربوية المكيلة لا يجوز بيعها إلا بالكيل، والموزونة لا يجوز بيعها إلا بالوزن بالمثليات. أعيد هذه المسألة: إذا بعت مكيلا، المكيل مثل ماذا؟ مثل البر والشعير والرز والملح
والتمر هذه مكيلات، إما أن تبيعها بيعا يحتمل الربا، يدخله عقود الربا، ربا الفضل والنساء، وهو أن تبيعه بربوي، أو لا يدخله الربا. فإن كان لا يدخله الربا فإنه حينئذ يجوز أن تبيع المكيل بالوزن على الصحيح من المذهب المجزوم به عند المتأخرين. نعم بعض المتقدم بعضهم استصحب المسألتين فجعل الحكم فيهما واحد، هذا غير صحيح، وهذا الذي نفعله الآن نحن. فإننا نذهب عندما نريد أن نشتري مثلا بر، نقول أعطني كيلوين بر، ما تقول أعطني صاع بر. قل تعامل الناس الآن بالكيل، وإنما يتعاملون بالوزن، غالب الأشياء الآن يتعاملون بالوزن، قليل جدا الكيل إلا بالكراتين وما في حكمها. والتمر يباع أيضا بالمن، والمن وحدة كيل. إذن الحالة الأولى في بيع المطعومات المكيلات إذا بيعت وزنا فيما لا يجري فيه ربا الفضل ولا النساء، فإنه حينئذ يجوز أن يباع المكيل موزونا. وانتهينا منها على الرواية المشهورة وعلى الرواية الثانية. انظر الصورة الثانية فإنها دقيقة بعض الشيء. عندما يباع مال ربوي بمثله، فهل إذا بيع بالوزن يصح ذلك أم لا؟ نحن نقول إذا بيع الربوي بمثله من جنس واحد فإنه يجري فيه ربا الفضل، أليس كذلك؟ قلنا هذا الشيء. طيب إذا بيع وزنا، لو بعتك صاع بصاع هذا متماثلين، صاع رز بصاع رز متماثلا، لكن لو بعتك 5 كيلو رز ب5 كيلو رز، وضحت المسألة؟ تصورتم الآن؟ يعني بيع المكيلات وزنا إذا كانت بجنسها مما يجري فيه ربا الفضل، فنحن قلنا أن ربا الفضل يجري في الجنس الواحد بجنسه، هل هذا يجوز أم لا؟ المذهب في سؤال ولا إجابة؟ دعني أنا أجيب. طيب المشهور المذهب أن هذا لا يجوز، بل هو صورة من صور الربا. إذا بعت 5 كيلو رز ب5 كيلو رز حرام، لأنه لا يعلم الكيل، وعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأن المكيلات إذا وزنت إما ينقص حجمها وإما أن يزيد، ولذلك نقول نجزم أنهما ليسا متساويين، أو يغلب على ظننا أنهم ليسا متساويين كيلا، وإن اتحدا وزنا لا بد أن يباع البر بالبر كيلا، الرز بالرز كيلا، وهكذا، لأن مما يجري فيه ربا الفضل وهو الجنس الواحد. الرواية الثانية في المذهب، طبعا استدلوا بحديث الوزن وزن أهل مكة، والكيل والمكيال مكيال أهل المدينة، وهكذا. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين، قال إذا جرى عرف الناس بالبيع وزنا للمكيلات فإن التماثل حينئذ يكون بالوزن. هذا رأي مختلف تماما عن مشهور المذهب. إذن أن تقول 5 كيلو ب5 كيلو إذن يجوز على الرواية الثانية دون الأولى، ولكن صاع بصاع يجوز على الروايتين. شيخي واضح ماجد؟ واضح. طيب مدام وضحت الحمد لله. طيب انتهت انت؟ نعم تفضل شيخنا. وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. نعم هذا حديث معمر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم إني قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، قال معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير، أو وكان طعامنا يومئذ الشعير، يصح الوجهان، هل صح أن تجعل هذه إما اسما لكان أو خبر، ويجوز العكس. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وقبل أن ننتقل لهذا الفقه سأقف عند قول معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير. قول معمر هذا إنما هو تفسير منه رضي الله عنه، وإنما كان هو من باب تحديد المراد بالحديث، وهذه التفسير من معمر هو الذي استدل به فقهاء المذهب في معنى الطعام، لأن هذه الجملة وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل استدل به على الرواية الثانية في المذهب، وهو أن العلة في الأصناف الأربعة ليس الكيل، وإنما أن يكون طعاما قوتا، يعني طعاما يجعل قوتا، والدليل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام، فالمراد بالطعام الذي يجعل قوتا للناس، فاستدلوا بظاهر كلمة الطعام فقالوا إن الطعم
أو القوت مع زيادة هذا القيد فإنه يكون علة. أما المذهب فإنهم وجهوا هذا الحديث قالوا إن المراد بالطعام هنا ما فسره معمر به وهو الشعير، وقد جاء في حديث أبي سعيد أن المراد بالطعام إنما هو البر، فيكون قوله الطعام أي الطعام المعهود وهو الشعير أو البر. وذلك فإن تفسير معمر هنا هو الذي حمل عليه فقهاء المذهب في مشهور المذهب هذا الحديث لكي يكون مناسبا لما قالوه أولا في أن العلة في الأصناف الأربعة إنما هو الكيل للوزن، إنما هو الكيل عفوا للطعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. نعم، هذا حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، فضالة بفتح الفاء، قال عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا. هذه القلادة التي اشتراها فضالة رضي الله عنه كان فيها ذهب وخرز، الخرز من أحجار كريمة ربما من ياقوت أو غيره، قال: ففصلتها أي فصلت الخرز عن الذهب، فأبقيت الذهب الخالص وحده وجعلت الفصوص منفصلة عنه، قال: فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني أن الذهب، يعني وجدت في القلادة لما فصلت الذهب فيها أن وزنها أثقل من 12 دينارا. ونحن نعلم متكرر معنا هذا كثيرا أن الدينار يعادل 4.25 جرامات، فهذه القلادة يكون إذا ضربتها 12 دينارا في 4.25 جرامات تطلع 42 تطلع فوق 50 تقريبا جرام، لا أدري بكم بالضبط، فتطلع يعني وزنها ثقيل جدا هذه القلادة. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع، أي القلادة التي فيها خرز، حتى تفصل، يعني حتى يفصل الذهب عن الخرز الذي يكون فيها. قال: رواه مسلم. هذا الحديث حديث من الأصول الحقيقة التي يعتمد عليها في بيع الذهب بالذهب، فإن هذا الحديث فيه أو يستدل عليه على مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى وهي مسألة بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما ما ليس من جنسهما. أعيد، المسألة الأولى وهذه مسألة مهمة جدا، استدل بهذا الحديث على مسألة وهي بيع الربوي بجنسه ومعه أي مع أحد الثمنين أو معهما معا أي الثمنين معا ما ليس من جنسهما. هذه المسألة يسمونها ماذا؟ مسألة لها اسم مشهور جدا، وهي مسألة مد عجوة ودرهم بدرهم أو بدرهمين وهكذا. هذه المسألة كثيرة جدا، مثل هذا ذكرنا لكم قبل قليل، مثل تسمى مد عجوة ودرهم وغيرها، يعني يأتي شخص فيقول: بعتك صاع تمر وصاع شعير بصاعي تمر، أو بصاع تمر وصاع شعير وهكذا. ومثل يقال في الذهب والفضة معه أو معهما ما ليس من جنسهما. هذه المسألة مشهورة مذهب أنها تحرم مطلقا، لا يجوز مطلقا، ودليلهم على ذلك حديث الباب، فإن حديث فضالة فيه نهي عن بيع الربوي بجنسه ومعه ما ليس من جنسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباع حتى تفصل، لابد أن تفصل، فيفصل ما ليس من جنسه عنه. فاستدل فقهاء المذهب بظاهر الحديث. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه لما ذكرت له هذه المسألة، مسألة مد عجوة ودرهم، قال: أذهب فيه لحديث فضالة بن عبيد، فأخذوا منها أنه مطلق النهي. الرواية الثانية أنهم قالوا: نفرق بين حالتين، فنقول إنه إذا كانت الزيادة المفردة تقابل الشيء الآخر، إذا كانت الزيادة المفردة تقابل الشيء الآخر فإنه حينئذ لا يجوز، لأنه يكون حيلة، مثل أن يتحيل شخص مع آخر يعطيه
20 أو صاعين بصاع، يريد أن يزيد الربا، فماذا يفعل؟ يقول أعطيك صاعين بصاع مع الصاع شيء لا قيمة له، لا قيمة له حقيقة، فيجعله هكذا شكلا، فهي حيلة على الربا، حينئذ يجوز، لا يحرم ولا يجوز. الحالة الثانية إذا كانت المقابلة حقيقية، إذا كانت المقابلة حقيقية كأن يكون باع صاعا، صاع تمر وصاع بر بصاع تمر وصاع بر، فيكون الصاع في مقابلة الصاع والتمر وصاع البر في مقابلة صاع البر، فحينئذ نقول يجوز، حينئذ نقول يجوز، فرأوا أنه من باب التقسيم، ولذلك حملوا حديث فضالة هنا على المعنى الأول الذي لا يجوز، وهو معنى النهي حينما لا يكون معلوما. أظنها واضحة المسألة في قضية التقسيم، يعني الرواية الثانية لا تمنع ولا تجيز مطلقا، مسألة مد عجوة ودرهم بدرهم أو بدرهمين، وإنما بناء على اختلاف الحال، فإن كان حيلة على الربا فإنه حينئذ يمنع وإلا فلا. فقط أردت أن أقول مسألة مهمة جدا، ذكر في الكشاف ما العلة في النهي عن بيع الشيء بجنسه ومعه ما ليس من جنسه، قال إن العلة واحد من ثنتين، فقد ذكر القاضي أن العلة مبني، أن النهي مبني على مسألة تفريق الصفقة، فحيث قلنا إنه لا يجوز تفريق الصفقة، وعلى ذلك فإننا نقول إن التماثل هنا يكون مجهولا، فلا ندري الصاع هذا ما الذي يقابله حقيقة، أهو صاع أم أقل أم أكثر، فلا بد من التنصيص عند التفريق بالصفقة. والرواية الثانية أنهم قالوا لأجل حيلة الربا، بينما الرواية الثانية إنما تمسكوا بمبدأ حيلة الربا ولم يتمسكوا بتفريق الصفقة، فقالوا إذا ثبت أنه حيلة على الربا حينئذ يمنع وإلا فلا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. نعم، هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، قال رواه الخمسة وصححه الترمذي. تصحيح الترمذي قال فيه حسب النسخة التي عندنا، قال إنه حسن صحيح، نعرف أن الترمذي نسخ السنن أو الجامع له تختلف، وقد أشار بالرجب أيضا لاختلاف بعض النسخ سنن الترمذي رحمة الله على الجميع، قال إنه حديث حسن صحيح، والحسن سمع من سمرة، لأن هذا الحديث جاء من طريق الحسن البصري عن سمرة، وقال إن الحسن قد سمع من سمرة وسماعه صحيح، كذا قال علي بن المدين، هذا كلام الترمذي. في المقابل فإن الإمام أحمد أعل هذا الحديث ولم يصحح سماع الحسن من سمرة هذا الحديث، فقد نقل عنه الأثرم أن أحمد قال لا يصح سماع الحسن من سمرة، يعني هذا الحديث، وإنما يصحون حديث العقيقة فقط، الحسن البصري عن سمرة إنما سمع منه حديث العقيقة فقط. ولذلك فبعض أهل العلم يقول إن هذا الحديث أصح أسانيده كما قال ابن عبد البر، إنما هو من مراسيل سعيد بن مسيب. وعلى العموم هذا الحديث ذكر الإمام أحمد أنه ليس فيه نص صحيح، فقد نقل الزركشي أن الإمام أحمد قال ليس فيه حديث يعتمد، ويعجبني أن يتوقع، فأخذه من باب، فعمل به الإمام أحمد، ولكنه عمل به من باب الاحتياط، وإلا فإنه لم يصحح حديثا في الباب، نقل هذا الزركشي في شرح الخرقي. طيب، هذا الحديث كما ذكرت لكم أن الإمام أحمد عمل به، وذكر أنه يعني يحسن بالمسلم أن يتوقع بيع الحيوان بالحيوان، وجاء في مسائل إسحاق بن منصور أيضا أنه قال أكره بيع الحيوان بالحيوان لحديث فضالة، فاحتج به أحمد وإن لم يصححه رحمة الله عليه. هذا الحديث على الرواية الأولى من المذهب، ما رأيكم؟ هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أم لا؟ يجوز على مشهور المذهب؟ يجوز ولا ما يجوز؟ مو بتعاكس الشيخ، يجوز على مشهور المذهب. ما السبب؟ لأنه ليس مالا ربويا، ليس مكيلا ولا موزونا، ليس مكيلا ولا موزونا، فإنه يجوز حينئذ. طيب، ما الذي وجه به هذا الحديث؟ وجه هذا الحديث بأنه محمول، أولا أو نبدأ بالتوجيه الأول، وجهه ابن قدامة أولا، وجه هذا الحديث على أنه
محمول على ضعفه، أن هذا الحديث ضعيف. نعم، فقد ذكر ابن قدامة أن هذا الحديث ضعيف، وذكرت لكم قبل قليل أن الإمام أحمد ضعف الحديث، ضعف كل حديث في الباب. طبعا أورد الزركشي على ابن قدامة كلام قال إن هذا غير مقبول، هذا التضعيف. فقد ذكر الزركشي قال إن هذا الطعن بكونه مرسل من مراسيل سعيد أو مراسيل الحسن كذا، قال وهذا الطعن لا يسقط الحجية كما تقرر على أصولنا أو أصول أصحابنا أن المرسل حجة عندنا بل وعند عامة أهل العلم كذا، قال الزركشي. وقال إنه يعني قد اعتضد بحديث آخر فدل على أنه له طريق آخر فدل على حجيته. إذن التوجيه الأول للمذهب قالوا إنه ضعيف. التوجيه الثاني أن هذا النهي إنما هو من باب الاحتياط وليس من باب التحريم، وعلى ذلك فإن أحمد إنما قال أكرهه أحب أن يتجنبه وهكذا. ولذلك قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ ابن القيم علامة ابن القيم قال إن هذا الحديث إنما هو خرج من باب سد الذريعة فقط، من باب الاحتياط لكي لا يتجرأ المرء بعد ذلك على البيوع الربوية. فإذا رأى، يقول إن الشخص إذا رأى في هذه الطريقة ربحا تجرأ على غيره من البيوع الربوية. قال وما يحرم للذريعة فإنه يباح المصلحة الراجحة. طبعا هذا كلامه وفصل في هذه المسألة. إذا مقصود أن فقهاء المذهب وجهوا هذا الحديث إما بتضعيفه أو أنه محمول على الاحتياط وعلى أنه من باب سد الذريعة فقط لا التحريم الكلي. أما على الرواية الثانية فإنه لا إشكال أنه جائز ما لم يكن من باب ربا الجاهلية، فيحمل هذا الحديث إن صح على الرواية الثانية على أنه إذا كان بيع حيوان بحيوان نسأ مع فضل، سيأتي إن شاء الله، وقد اتحد جنسا ونوعا وجودا. نعم، تفضل شيخ. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ذكر أن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية نافع عن ابن عمر قال وفي إسناده مقال، ومراده بالمقال أن هذا الحديث تكلم في بعض رواته وهو أبو عبد الرحمن إسحاق، وأعله به ابن القطان. ثم بعد ذلك العجيب أن ابن القطان نقل أو نقل عنه تصحيحه مع أن ابن القطان قد أعل هذا الحديث بهذا الرجل. هذا الحديث يدلنا على مسألة وهي تحريم العينة، والمراد بالعينة هو صورة من صور الحيلة على الربا. العينة صورة من صور التحيل على الربا، وذلك بصورتين. الصورة الأولى تسمى صورة العينة، والصورة الثانية هي صورة العينة العكسية. فأما صورة العينة فهي أن يبيع الشخص لغيره سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن أقل حال، ويكون غرضه الفائدة. أذهب لشخص وأقول له سأشتري منك هذه السلعة بكذا، السعر العالي جدا، لمدة سنة، أردك المبلغ بعد سنة. ثم لما أشتري منه هذه السلعة بالثمن المؤجل أبيعها له في المجلس أو بعد المجلس بناء على تواطؤ بينهما، أبيعها له بسعر أقل حال فيعطيني بدل 1000 المؤجل 500 حالة، سواء كانت السلعة سيارة، سواء كانت بطاقات اتصال هاتفية، سواء كانت مكيفات، سواء كانت معادن، سواء كانت حديد، كله يسمى ربا، كله يسمى عينة. لا ننظر لنوع السلع المبيعة، فكل السلع يدخل فيها ذلك. لما حرم بيع العينة؟ نقول حرم بيع العينة لأنه ذريعة للربا. فإن مآل العقد في الحقيقة هو ثمن مؤجل 1000 في مقابل ماذا؟ أنه أعطاه حالا 500، أعطاه 500 وأجل له 1000، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم درهم بدرهمين وبينهما حريرة، نفس المعنى. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل هي صورة العينة. هناك صورة أخرى تسمى بالعينة العكسية. يأتي المقترض الذي يريد المال
لا يقول سأشتري منك سلعة، وإنما يقول عندي سلعة سأبيعها لك بثمن حال، فأذهب لك وأنت عندك المال أريد أن تقرضني فأعطيك هذه السلعة بألف حالة، فتعطيني الألف الآن وتأخذ السلعة ثم أشتريها منك بعد ذلك بألف مؤجلة. إذن الفرق بين العينة والعينة العكسية أن العينة هي التي تكون السلعة فيها من المقرض، وأما العينة العكسية فإن السلعة تكون فيها من المقترض، والنتيجة فيهما واحد. العينة متى تحرم؟ ذكر الشيخ عثمان بن قايد في حاشية على المنتهى أن العينة تحرم إذا توفرت ستة شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن في العقد الأول، لا بد أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن في العقد الأول، بمعنى أن شخصا إذا باع لآخر سلعة بثمن مؤجل فكل بيع للأول بالثمن الحال لا يجوز إلا أن يكمل قبض الثمن كاملا. بعتك سيارة ب40,000 مؤجلة، لا يجوز لي أن أشتري هذه السيارة بثمن حال إلا إذا سددت الأقساط كاملة، لابد أن تسدد الأقساط كاملة أو أن يكون بنفس الثمن، سنذكره بعد قليل. الشرط الثاني أنه لابد أن يكون البائع هو المشتري أو وكيله، لابد أن يكون البائع هو المشتري أو وكيله، أو خلنا نقول لابد أن يكون المشتري أحسن، لأنه قلنا الباع هذه في العين العكسية، العين العكسية لابد أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله، فلابد أن يكون ثنائية أو وكيله، الوكيل بمثابة العين الثلاثية، سأشرح العين الثلاثية بعدما أنتهي من الشروط بعد قليل. فالعين الأصل فيها أنها ثنائية، وبناء على ذلك إذا تخلف هذا الشرط فإنها تجوز. متى يتخلف هذا الشرط؟ لو أن شخص بعتك أنا السيارة مؤجلة ب40,000 ثم بعتها أنت على شخص ثالث من غير تواطؤ بيننا، من غير تواطؤ، ثم اشتريتها منه فإنه حينئذ يجوز، لأنني أنا اشتريتها ليس من المشتري ولا من وكيله، وإنما اشتريتها من طرف ثالث. لكن لو كان وكيلا له أو بتواطؤ فإنها تسمى العينة الثلاثية، وسأشرحها بعدما أذكر الشروط. الشرط الثالث معنا لا بد أن يشتريها من المشتري أو وكيله، وهذه أيضا واضحة. الشرط الرابع أنه لا بد أن يكون الثمن من جنس الثمن الأول، أن يكون الثمن الثاني من جنس الثمن الأول. فلو أنك بعته سيارة بثمن مؤجل ب40 ثم اشتريتها بسيارة أخرى، بدلتها بسيارة أخرى، حينئذ يجوز، لأن الجنس اختلف، فحينئذ يجوز، فيبقى الثمن في الذمة وأنت بادلتها بسيارة أخرى. الشرط الخامس أنه لا بد أن يكون الثمن الثاني الذي اشتريت به السلعة أقل من الثمن الأول، فإذا بعتك سيارة بثمن مؤجل ب40 ثم اشتريتها أنا منك ب40 أو بأكثر جاز، وإن كان بأقل من 40 فإنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، لأنها عينة. الشرط السادس هذه واضحة، أنه لابد عند الشرط الخامس لكي يكون العقد عقد عينة أنه لابد أن يكون الثمن الثاني أقل من الثمن الأول، فإن كان مثله أو أكثر جاز. بعتك سيارة ب40 سدها لي بعد سنة، ثم أردت شراء هذه السيارة منك، شفتك تبيعها قلت سأشتريها منك، إن اشتريتها أنا منك ب40 أو أكثر من 40 جاز، فأعطيك النقد 40 وفي نفس الوقت يبقى في ذمتك 40 أخرى في الذمة، هذا يجوز. وإن اشتريتها أنا بأقل من 40 ب30 مثلا لا يجوز. أين يحكم السوق؟ لا، يحكمه الواقع. نحن ضرنا أغلقنا جميع الذراع المفضية لحيلة الربا في العينة. الشرط السادس عندهم أنه لابد أن لا تتغير صفة المبيع، تتغير صفته، فإن تغيرت صفته من حيث الزيادة والنماء ونحو ذلك فإنه حينئذ يجوز. هذه الشروط الستة لا بد من توفرها ليحكم بحرمة عقد بيع العينة. طيب، عندنا مسألة يجب أن نعرفها، سأختم بهذا الحديث،
وهي العين الثلاثية. ثم ننتقل بعد ذلك لمسألة مهمة وهي مسألة التورق، وهي التي فيها خلاف بين مشهور المذهب والرواية الثانية. وقبل أن أنتقل للعين الثلاثية، ذكرنا الشرط الثاني ما هو؟ أنه لا بد أن يشتريها ممن؟ من غير بائعها أو وكيله. الفقهاء يقولون إن العينة حرمت سدا لذريعة الربا، ربا الجاهلية، وذلك حرمت العينة ولا يجوز التحيل عليها بأي صورة من الصور. قد يأتي بعض الناس فيريدون أن يتحيلوا على العينة فيجعلوها ثلاثية. يأتي بعض الناس بمحلين متجاورين، وهذا موجود في بعض المناطق عندنا في المملكة، فيأتي للأول أقول سأشتري منك سلعة، لنقول مكيفات أو صابون أو بطاقات اتصال وهكذا، بكم؟ اشترها مني ب60,000 مؤجلة. طيب شوف هذه الكراتين، تريد أن تأخذها خذها، لكن ترى جاري يبيع يشتري منك. طبعا أنت لن تنقلها، تذهب لجاره فتقول الكراتين اللي قدام جارك تشتريها؟ يقول نعم أشتريها ب40. فأعطاك في الحقيقة كم؟ أعطاك كم؟ 40. والدين الذي عليك كم؟ 60. وهذان الاثنان متفقان مع بعض، متفقان مع بعضهما، فهذا يبيع للثاني والكراتين في محلهما وبينهم حساب، يقول بطاقة أخذ أنا وياك أنت خلاص. هذه صورة أيضا من صور العينة، وهذه تسمى العينة الثلاثية، فقد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية، والمعنى في الجميع الحرمة. انظر الصورة الثالثة، هناك عقد آخر يسمى بعقد التورق. التورق هو أن يشتري السلعة ويبيعها بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر بثمن حال. القيد الأول أنه إنما كان قصده من هذا العقد الورق وهو الذهب والفضة، اللي هو السيولة النقدية، سميت تورقا لأنها من باب الورق وهو الفضة، فيكون قصده السيولة وليس قصده التجارة، وذلك سميناها تورقا. القيد الثاني أن الطرف الثالث الذي بيعت له السلعة ليس هو الطرف الأول وليس وكيله وليس متواطئا معه، وذلك سميناها تورقا. هذا التورق هل هو جائز أم ليس بجائز؟ مشهور المذهب أنه يجوز بالقيدين الذي ذكرناها قبل قليل، أو بالقيد الثاني، القيد الأول ليس ذا أهمية عنده، وهو أنه يشترط أن لا يكون هناك تواطؤ وليس وكيلا عنه. يجب أن تعرف هذا الشيء، ليس وكيلا عنه ولا يوجد هناك تواطؤ. طيب الرواية الثانية في المذهب المنع من بيع التورق لسببين. السبب الأول قالوا لأن هذا العقد يؤول في صور كثيرة إلى الربا، ففيه شبه كبير جدا بالعينة الثلاثية، والفصل بين العينة الثلاثية والتورق دقيق جدا دقيق جدا، ولذلك قد لا يتحقق عند كثير من الناس، ولذلك نمنع منه لشبهه بالعينة. والسبب الثاني أن هذا يخالف حقيقة العقد ونظر الشرط الأول أو القيد الأول ذكرته قبل قليل، وهو أنه إنما أراد بيع السلعة مرة أخرى لأجل الورق وليس قصده التجارة. فقالوا إن المقصد من البيع إنما هو التجارة وليس التورق، ولذلك منعوا منه، وهذه هي وجهة نظرهم. وهذا المنع نقل ابن القيم أن الشيخ تقي الدين يرى أنه محرم، وقال راجعت شيخي الشيخ تقي الدين فيه أوقات كثيرة، وكان يرى حرمة عقد التورق، ولكن الموجود في كتب الشيخ المطبوعة إنما هو الكراهة، في موضعين نص على الكراهة ولم ينص على التحريم، ولكن تلميذه العلامة ابن القيم من أعلم الناس بكلام شيخه، فربما كان يقصد بالكراهة التحريم، أو أنه يقصد بالكراهة في أول أمره، ربما له رسالة أخرى جزم فيها بالتحريم ولكن لم تصلنا بعد. وذلك فإن الرواية الثانية إنما هو حرمة عقد التورق. هناك رأي ثالث وسط، وهذا الرأي هو الراجح ولا شك، وهو الذي اختاره ابن القيم علامة القيم، وهي الرواية الثالثة في المذهب، أننا نقول إن التورق لا يجوز إلا عند الحاجة، عند غير الحاجة لا يجوز. فلو أن امرأة محتاجا ومضطرا إلى قرض، وربما وقع في القرض الربوي، أنا محتاج سأدخل السجن وهذه تصير، فيقول إما أن آخذ بتورق وإما أن آخذ قرضا ربويا، نقول خذ التورق الآن عند الحاجة، أما من غير حاجة
فإنه الأصل الامتناع. ولذلك أنا عبرت أن الرواية الثانية المنع لأنه محمول على الكراهة أو التحريم في ضبط المذهب، ثم الرواية الأخرى التفصيل أنه يجوز عند الحاجة. طبعا لها نظائر وهو الإباحة عند الحاجة، مثل سيأتي معنا إن شاء الله بعد حديث أو حديثين، العراية لا تجوز إلا عند الحاجة، وهكذا في أشياء إنما تجوز عند الحاجة. استمر معنا إن شاء الله مثالين أو ثلاثة غيرها. سمي شيخ عبد الله. لا، الحاجة ليست الحاجة التي الحاجة الضرورة تبيح كل محرم، ولكن الحاجة التي هي التي تجعل حرجا على الشخص. طبعا نفرق فقها بين الحاجة والضرورة غير تفريق الأصوليين. الأصوليون يفرقون بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة هي التي يترتب الضرورة هي التي يترتب عليها فوات أحد المقاصد الخمس، المصالح الخمس الكلية، والحاجة هي التي يترتب عليها حرج ومشقة. أما الفقهاء فيفرقون بين الضرورة والحاجة، فيقولون إن الضرورة هي الحاجة لعين المحرم، وأما الحاجة فهي الحاجة لوصف، يعني في بدائل لكنه وصف له. وهذا الفرق بين الضرورة والحاجة عند الفقهاء، يفارق طريقة الأصوليين في هذه المسألة. الخطأ عند كثير من الناس أنه ينقل كلام الأصوليين عند الفقهاء فيجد أن كلامه لا ينضبط معه، فكلام الأصوليين في الضرورة والحاجة غير كلام الفقهاء رحمة الله على الجميع. بقي عندي مسألة سأختم بها هذا الحديث، وهي مسألة أريدكم أن تجاوبوني عنها. وجد الآن عقود تسمى بعقود التورق المنظم. صورة التورق المنظم طبعا على الرواية الثانية واضح، التورق المنظم كل تورق منهي عنه ممنوع، لكن ننظر على قاعدة المذهب. التورق المنظم هو أن أعطيك سلعة وأبيعها لك، نقول مملوكة لك، نتجوز ونقول إنها مملوكة لك، ثم بعد ذلك أقول لك وكلني في بيعها عنك. فما رأيكم على المذهب بالشروط الستة ذكرناها قبل قليل؟ هذا أغلب البنوك تمشي عليه الآن. التورق المنظم يعطيك ورقة بعتك، ورقة اشتريت منك، أو وكلني في بيعها عنك. طبعا اشتريت عينه، لو هو الذي اشترى عينه، لكن وكلني أن أبيعها عنك. لا، في قيد، أنا ذكرت شرطا بعينه حتى الشيخ، أن لا يكون إيش؟ أن لا يكون المشتري هو البائع أو وكيله. أحسنت، فقال وكلني فوكله، فهو في الحقيقة هو البائع، وذلك هي ممنوعة لا تجوز، وذلك عين ثنائية طبعا. وذلك جاء نص في مجمع أو قرار مجمع الفقهي بأن التورق المنظم لا يجوز. واضح الحيلة فيها، حيلة واضحة جدا. هذا إذا كان بيع حقيقي، هذا إذا كانت السلعة موجودة حقيقة. يمدينا شيخ الله. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي سناده مقال. نعم، هذا الحديث حديث أبي أمامة حديث عظيم جدا يتعلق في قضية الرشوة وما في معناها. فقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة، شفع شفاعة، الشفاعة هو أن يبذل له جاهه لكي يمضي له أمرا. قال: فأهدى له هدية، أعطاه هدية، أي من غير مشارطة. فمن باب أولى أن المشارطة إذا اتفق إنما أشفع لك في مقابل كذا فإنه لا يجوز. قال: فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، يعني أنه قد أتى أمرا محرما. وقد سبق معنا في أول باب الربا أن لفظ الربا يطلق في الشرع على أمرين: على كل أمر محرم، ويطلق أيضا على الربا الذي هو بيع مال ربوي بجنسه أو مما اتحد معه في كونه مالا ربويا إما فضلا أو نسا، وفصلناها قبل قليل. هذا الحديث ذكر المصنف أن في إسناده مقالا، ومراده بالمقال هو أن هذا الحديث تفرد به القاسم بن عبد الرحمن وفيه كلام، والشيخ الحافظ محمد بن مفلح اختلف كلامه في هذا الحديث. فقد ذكر في الآداب الشرعية أن هذا الحديث أعله بالقاسم بن عبد الرحمن، قال: وفي حديثه نكارة. بينما هو نفسه في الفروع لما ذكر هذا الحديث قال إن هذا الحديث جاء من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة وحديثه حسن، فكأنه نظر للمعاني التي تدل على معنى هذا الحديث. ربما كان تحسين بن مفلح لهذا الحديث للشواهد التي شهدت له، فإنه قد ثبت هذا المعنى عن عدد من الصحابة ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. فقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيهدى له أو فيهدى إليه فيقبلها، فسماه سحتا أي رشوة. هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أخذ المال على الشفاعة. وأخذ المال على الشفاعة
هذا الحديث والآثار الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم تدل على المنع. وقد ذكر ابن مفلح أيضا في الفروع أن هذا المنع نقل بعضهم أو بعض الفقهاء المتأخرين ويقصد بهم من الشافعية أنه للكراهة. قال: وقال شيخنا، يعني به شيخ تقي الدين، إنما المنع للتحريم، فلا يجوز أخذ المال على الشفاعة. وهذا هو الصحيح، لأنه قال: فقد أتى باب من أبواب الربا. وابن مسعود يقول: هو السحت. ومثل قول ابن مسعود إنه السحت لا يقوله من رأيه، وإنما هو له حكم مرفوع، لأن السحت هو الرشا. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الشخص إذا أخذ مالا على عمله الذي يعمله هو، وكان العمل مما يأخذ عليه أجرة، فإنه إما أن يكون مختلسا أو أن يكون غالا. فإن كان في وظيفة عامة، هذه وظيفتك العامة، أنا موظف في الدولة مثلا، وأعطاني شخص مالا في مقابل العمل الذي أعمله لأجله، أنا أخذ الأجرة من الدولة لأجل هذا العمل، فإن هذا يسمى غلول، لا يجوز لك أن تأخذه، يسمى غلولا، انتهينا منها. غلول، هدايا العمال غلول، هذه هدية، نجز لي معاملتي وأعطيك كذا، هذه هدية لك، أنت ما غشيت وما خدعت وما زدت وما قدمت وما أخرت، فهي هدية لك. الرسول قال: هي غلول، كأنك سرقت من بيت مال المسلمين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون قد قدمت أحدا على أحد، هذه هي الرشوة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي تقديما، فإن كان فيها ظلم فقد جمعت وصفين: ظلما ورشوة، وهي أخطر شيء. هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث أن لا تكون قد قدمت يعني أحدا على أحد ولست عاملا في الجهاز، وإنما رجل خارج، شفعت عند أحد، شفعت لرجل لتمشي له معاملة، شفاعة بجاه، والذي في الجهاز لم يأخذ شيئا، يعني الجهاز الحكومي، لأن سأتكلم بعد قليل في قضية تقييد هذا الحكم في الجهاز الحكومي أم بغيره، لم يأخذ شيئا، لكن أنت الوسيط شفعت بجاهك، أخوك، قريبك، صديقك، جارك، شفعت عنده، فجاءك ذاك الرجل وقال: خذ في مقابل شفاعتك. فنقول: لا يجوز أخذ هذا المال، وهو محرم على الصحيح من قول أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أتى بابا عظيما، لم يقل باب من أبواب الربا، بل قال: بابا عظيما من أبواب الربا. وقال ابن مسعود: لقد أتى السحتة. فلا يجوز أخذ المال على الشفاعة التي تسمى في لغتنا العامية ماذا؟ الواسطة. ما يجوز أخذ المال عليها أبدا. ولذلك قرر الفقهاء مبدأ فقهيا نص عليه ابن قدامة إجماعا، قال: هو بإجماع. ونقله ابن فرحون في التبصرة المالكي بإجماع أيضا، قال: إنه لا يجوز بإجماع أهل العلم أخذ المال على الجاه. ومن صور الجاه ماذا؟ الشفاعة. فلا يجوز أخذ المال على الشفاعة. وضحت المسألة؟ والحديث نص صريح جدا، وقد ذكرت لكم أن بمفلح مال لتحسينه في الفروع. طيب، هنا مسألة قيد لابد أن نعرفه وهو مهم جدا، أن الفقهاء يقولون إن هذا للمنع، قلت لكم إن المذهب للتحريم، وذلك نص في منتهى الإرادات أن من أخذ مالا على شفاعة فإنه يجب أن يردها لصاحبها، فإن لم يكن قد عرف صاحبها ردها لبيت مال المسلمين، لأن القاعدة في المال المستحق إذا لم يعرف صاحبه إما أن يبقى في ذمته وتصدق به عن صاحبه، أو أن يرده لبيت مال المسلمين. لكن عندنا مسألة هنا، أن بعض الفقهاء وهو العلامة أبو الفرج بن رجب في القواعد جعل هذا الحديث مخصوصا بالشفاعة عند ذي سلطان، بالشفاعة عند ذي سلطان، يعني في الشفاعة عند الجهات عند ذي سلطان، يعني عند الجهات الحكومية. قال: لأن المرء لو شفع عند آخر لخطبة امرأة فأهديت له جاز، فالأولى أن نقول إن مثل هذه الأمور التي ليست متعلقة بالحق العام أو بالجهات العامة فإنه يجوز أخذ الأجرة عليها عند بن رجب. وأما ظاهر كلام الشيخ تقي الدين وهو المذهب أيضا أن المنع مستمر على الجميع، فإن المذهب يحرم أخذ الشفاعة مطلقا لم يستثن شيئا، لكن ابن رجب جعل هذا القيد، ولا يعني أجزم بنفيه عند غيرهم، لكنهم ظاهر كلامهم الإطلاق دون التقييد. نأخذ حديثا، حديث قصير. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، ومعنى كونه لعنه
اللعن هو الطرد من رحمة الله، ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ملعون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، فإنه مستجاب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. ومن طرد من رحمة الله عز وجل فإنه الشقي حقيقة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأما في الدنيا فإن رحمة الله عز وجل مرفوعة عنه في بدنه وفي وقته وفي ماله وفي ولده وفي شأنه كله. ألم نعلم أن من رحمة الله عز وجل، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله عز وجل أو أن الرحمة مئة جزء، اختص الله عز وجل 99 جزءا منها، وجزءا واحدا بث بين الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة لها، هذا جزء من الرحمة. فإذا نزعت عنك رحمة الله عز وجل وطردت من رحمة الله عز وجل ومن خيره فأنت الشقي حقيقة. ولذلك فإن الشقاء أن يأتي الشخص فعلا من الأفعال التي لعن صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كثير من أهل العلم إن كل وصف أو كل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فإنه يعد من كبائر الذنوب، وهذه الطريقة التي مشى عليها الشيخ موسى في منظومة الكبائر وغيرها. فالمقصود من هذا أن الرشوة من أخطر الأمور، ويجب على المرء أن يتقي الله عز وجل فيه. وليس المقصود بالرشوة فقط أن يكون فيه أخذ مال للغير، فإن هذا تجمع رشوة وظلم، بل إن أحيانا الرشوة تكون بالتقديم، أحيانا فقط بمجرد التقديم. فقد جاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان واقفا عند باب أمير المدينة فحجبه الحاجب، فقيل له هل بينك وبين أمير المدينة شيء؟ قال لا. قال فلما حجبت؟ قال لأن الحاجب يريد أن أعطيه شيئا. فقال له صاحبه، يعني صاحب أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، أعطه، ما ظلمت أحدا. قال كيف أعطيه وقد سمعت فلانا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي. إذن فكل شيء فيه بذل لصاحب الجاه والسلطان والجهة العامة، ولو كان مجرد تقديم اسم على اسم أو شخص على آخر أو نحو ذلك، فإنه يعد رشوة، وتعظم الرشوة إن كان فيها ظلم وإن كان فيها اعتداء على الغير وإن كان فيها أكل مال، وتعظم الرشوة بحسب الأمر المرشو لأجله. ولذلك يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا الباب. وإنما هذه صفة اليهود، فإنهم يأكلون السحت، والمراد بالسحت هو الرشا، فإن هذا من أخطر الأمور. بذلك نكون أتممنا حديث الباب، نكمل إن شاء الله تتمة الباب إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.